كيف تحصل على 24 مليون زائر من أكثر من 190 دولة؟ لحضور حدث رح يستمر 182 يوم بس. فقط تجربة المستخدم اللي تم إنشائها رح تساعدك بتحقيق هالشي. هل بعدك بتفكر لو لازم تستثمر بتجربة المستخدم كخدمة لعملك أو لا؟ خلينا نبسط لك الموضوع. كيف أثبت إكسبو 2020 أهمية الاستثمار بتجربة المستخدم كاستراتيجية نجاح عظيمة؟ تطبيق ذكي. أنشأ إكسبو قوائم انتظار ذكية على تطبيق الموبايل للسماح للزوار بتخطي قوائم الانتظار الطويلة ودخول أكثر من 190 جناح بشكل أسرع. النقل. وفر إكسبو وسائل نقل مجانية نفس باصات النقل لحضور هالحدث الممتع، ومكنك من تتبع حالة الباص الخاصة فيك من خلال التطبيق. السلامة والأمن. اعتنى إكسبو بالمستخدمين من خلال تجهيز تدابير السلامة الصحيحة نفس التأكد من PCR وإثباتات التطعيم عن بوابة الدخول وضمان إجراءات التباعد الاجتماعي، وتوفير مركز طوارئ بيعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع تجهيز مهبط هيلوكوبتر. المشاركة. أبقى إكسبو الأطفال والعائلة متفاعلين ومتحمسين بالتجربة الافتراضية الكاملة للسفر حول العالم بابتكار جواز سفر إكسبو. الصلاة. اهتم إكسبو بشعور الزوار بالراحة للصلاة عند زياراتهم، وأنشأ غرف صلاة واسعة ونظيفة. المرونة. أنشأ إكسبو بطاقة مرور موسمية للزائرين الدائمين لتخطيط رحلاتهم المتكررة للمكان، فوفر هالشي مرونة كبيرة للزوار اللي بخططوا لزيارة المعرض، وبالتالي زاد عدد زوار إكسبو. التنقل. بيضمن إكسبو عدم ضياع الزوار، وفر خرائط سهلة لمتابعة التنقل بالمكان من خلال الخرائط المطبوعة وتطبيق إكسبو للموبايل. تجربة المستقبل. خلينا نخبركم عن 200 جناح من الدول. كانوا الزوار معجبين بالتصميم المعماري لكل جناح، وتمكنوا من تجربة الرؤية المستقبلية لكل بلد من التعليم والرعاية الصحية والترفيه وغيرها الكتير. الترفيه. كان موجود الكتير بالمعرض غير الأجنحة لكل زائر، سواء كانوا أطفال أو مراهقين أو كبار السن. اهتمت الإدارة براحة الجميع ووقت فراغهم بإنشاء حدائق ترفيهية وعروض مباشرة ودي جي ومركز رياضي. الأكل. مع وجود أكثر من 200 مكان للأكل، كانوا الزوار مدللين باختياراتهم. كان موجود الكثير من المأكولات الشهية لاستكشافها. مستحيل تترك إكسبو وأنت جوعان أبداً. أنت بحاجة لشخص معين لتصميم هالتجارب للمستخدمين ولشغلك. بيساعدك هالشي بإنشاء حلول تتمحور حول المستخدم واللي رح يحبها الناس، واللي بدورها رح تساعدك بتوسيع نطاق عملك وتحقيق أهدافك وتنمية شغلك بشكل أسرع. أنت بحاجة لخبراء استراتيجيين لتجربة المستخدم لتصميم أفضل تجربة لخدماتك الرقمية مثل مواقع الويب وتطبيقات الموبايل، حتى تقدر تحصل على مستخدمين أكثر وزيادة تفاعلهم وولائهم وتوليد ثقة أكبر تجاه علامتك التجارية. وزيادة على كل هاي الأشياء أكثر بكثير، بنساعدك على تحقيق كل اللي ذكرناه. نحن استوديو تصميم في دبي معترف فيه عالمياً وحائز على جوائز بجميع الشرق الأوسط وفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية والهند. رح نساعدك على بناء وانطلاق شغلك بسرعة. تواصل معنا مع متطلباتك، فنحن متخصصين بالبحث والتصميم والتطوير لجميع الحلول الرقمية اللي أنت محتاجها.